ذلك. أجيب عن الجزء الأول. جو بايدن حصل على الملايين من الدولارات من روسيا، 3.5 مليون دولار حصل عليه ابنه، ونعرف أنه حصل على 3.5 مليون دولار عائلته حصلت عليها، وهذا يجب تفسيره لماذا حصل على هذا المال. لم أحصل قط على أموال من روسيا. وبالنسبة لأمس أنا كنت أعرف ذلك، جون راكليف وهو كان رائعا في أجهزة المخابرات، وقال هناك من يرغب في أن تخسر أنت يا ترامب، لأن روسيا والصين يريدون من ترامب الصارم أن يخسر، لأنني فرضت الكثير من العقوبات، ومع الناتو أرغمت الناتو على أن يضخ 130 مليار دولار في ميزانية الناتو. هذا الأمر حصل، ومع روسيا وضعت الكثير من العقوبات، وهو يبيع أشياء بسيطة، أنا أبيع أشياء ذات قيمة لأوكرانيا في الأسلحة. وأقول لكم هم قاموا باستخدام الكثير من الغواصات وتطويرها في عهد أوباما، وكذلك قاموا بأخذ الكثير من الأسرى العسكرية من أسلحتنا في أوكرانيا ودول حليفة، وربما يسرقون أكثر وأكثر. الآن مع ما يحدث الأمور أسوأ، حتى الإيميلات والبرود الإلكترونية المريعة تبين أنكم تأخذون أموالا من روسيا، وكنت نائبا للرئيس في ذلك الوقت، ما كان يجدر لهذا أن يحدث. أعتقد أننا نستحق أن نحصل على جواب وتفسير منك. كان هناك مؤتمر صحفي، وكان هناك من تحدث عنكم، وبصرف النظر عما أقوم به، عليك أن تتحدث إلى الأمريكيين الآن.